استخدام يوتيوب وفيسبوك لتقديم الخدمة عن بعد. يحد كوفيد 19 من التواصل الشخصي بين الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والمجتمعات، ولكن لا يزال بإمكاننا مشاركة المعلومات الهامة مع من هم في أمس الحاجة إليها باستخدام التكنولوجيا. ويعد كل من يوتيوب وفيسبوك منصات مفيدة لتوصيل الرسائل الأساسية للأطفال والمراهقين والآباء ومقدمي الرعاية، فضلاً عن الموظفين أو المتطوعين. ولا شك بأن كلا المنصتين مناسبتان لمشاركة الرسائل الهامة في اتجاه واحد، ومع أن فيسبوك يسمح بالرسائل ثنائية الاتجاه حيث يمكن للمشاهدين الرد على المحتوى، إلا أنه من الأفضل تجنب هذا الخيار. دعونا نلقي نظرة على إيجابيات وسلبيات كل منصة وكيف يمكننا استخدامها بأمان. يوتيوب مفيد لعدة أسباب. يمكنك إنشاء حساب مجاناً واستخدامه لاستضافة عدد غير محدود من مقاطع الفيديو، بينما لا يحتاج من يود مشاهدة المحتوى الخاص بك لأن يكون لديهم حسابات خاصة بهم. ويمكنك جعل المحتوى الخاص بك مرئياً فقط لمن تود أن تدعوهم، ويمكن حظر أجزاء بعينها من المحتوى، وكما يمكنك منع المستخدمين من التعليق على المحتوى الخاص بك. ومع ذلك هناك بعض مخاطر الأمان المحتملة والمتعلقة باستخدام يوتيوب. تتم مشاركة بعض بيانات الموقع ولا يمكن إيقاف تشغيل هذا. لا يمكنك التحكم في المحتوى المقترح الذي يراه المشاهدون، وقد لا يكون المحتوى المقترح مناسباً دائماً. ولا تنسى قبل نشر أي مقاطع فيديو على الإنترنت، تحتاج إلى الحصول على إذن من أولئك الذين يظهرون في مقاطع الفيديو هذا. لاستخدام يوتيوب بأمان، يمكنك التحكم في من يمكنه رؤية المحتوى الخاص بك. للقيام بذلك، انتقل إلى الفيديو الخاص بك في استوديو يوتيوب. ضمن مستوى العرض، حدد غير مدرج، ثم انقر على تم. لن يظهر الفيديو الخاص بك في أي عمليات بحث على يوتيوب، ولن يظهر على قناتك. لن يتمكن الأشخاص من العثور عليه وعرضه إلا إذا قمت بمشاركة الرابط معهم. يمكنك تعيين جمهورك. للقيام بذلك، قم بالتمرير لأسفل إلى الجمهور وحدد نعم إنه مخصص للأطفال أو لا ليس كذلك. يمكنك بعد ذلك اختيار تعيين حد أدنى للسن وهو 18 عاماً لمشاهدة الفيديو. عند تمكين هذا الأعداد، سيحتاج المشاهدون إلى تسجيل الدخول إلى حساب يوتيوب لتأكيد أنهم أكبر من 18 عاماً قبل مشاهدة المحتوى الخاص بك. يمكنك أيضاً منع التعليقات. للقيام بذلك، انتقل إلى قناتك وانقر على الفيديوهات الخاصة بك، وانقر فوق الأعدادات في الجزء السفلي الأيسر من الشاشة واختر المنتدى من الخيارات التي تظهر، ثم انقر فوق الأعدادات التلقائية. يمكنك الآن اختيار ما تريد فعله بالتعليقات على الفيديوهات الجديدة أو في علامة تبويب مناقشة. اختر ما إذا كنت تريد تعطيل جميع التعليقات أو إضافة مراجعة جزئية أو كاملة للتعليقات، ثم انقر فوق حفظ. إذا كان لديك قدر صغير من محتوى الفيديو لمشاركته، فإن حساب فيميو يعد بديلاً جيداً لموقع يوتيوب. الآن دعنا نلقي نظرة على فيسبوك. يتيح لك فيسبوك إنشاء صفحات محددة ودعوة مستخدمين محددين للوصول إليها. يتم استخدامه على نطاق واسع، لذا فإن وظائفه مفهومة جيداً، ويتم إيقاف ميزة مشاركة الموقع لمن هم دون سن 18 عاماً. لكن هناك بعض المخاطر. لا يسمح للموظفين أو المستخدمين بأن يكونوا مجهولين. يمكن إنشاء حسابات مستخدمين مزيفة دون التحقق من الهوية، مما يوفر فرصاً للمفترسين لاستدراج الأطفال واستغلالهم. وهناك ضوابط قليلة على المحتوى، والذي يمكن أن يكون غالباً عنيفاً أو غير مشروع أو متطرف. لاستخدام فيسبوك بأمان، يجب أن تنشر كصفحة وليس بصفتك أنت، مع حقوق المسؤول للصفحة. يجب أن يحدث هذا تلقائياً. للتحقق، ابحث عن مكان يمكنك فيه التعليق على منشور. يجب أن يظهر لك هذا باسم من تقوم بالنشر. للتفاعل مع الصفحة كنفسك، انقر على عرض كزائر، ثم انقر على خروج من العرض باسم للعودة إلى التفاعل كالصفحة نفسها. اطلب من زميل أن ينضم إليك كمسؤول أو مشرف لمجموعتك أو صفحتك حتى يتمكنوا من المساعدة في مراقبة السلوك والتعليقات.
قد يتضمن ذلك حذف تعليقات معينة أو في أحوال أسوأ إزالة مستخدمين معينين. إذا لزم الأمر، قم بحظر أشخاص من صفحتك. للقيام بذلك، انقر فوق الإعدادات أعلى صفحتك، ثم انقر فوق الأشخاص وصفحات أخرى. ابحث عن الشخص حسب الاسم، وانقر فوق رمز الترس المسنن، واختر حظر من الصفحة، وانقر على تأكيد. تقييد من يمكنه النشر. للقيام بذلك، انتقل إلى مجموعتك، وانقر على النقاط الثلاث، واختر تعديل إعدادات المجموعة. مرر لأسفل إلى خيارات صفحة المناسبة، وحدد المربع بجوار يجب الموافقة على المنشورات بواسطة مضيف أو مضيف مشارك. ستتلقى الآن إشعاراً عندما يرسل شخص ما منشوراً ستكون قادراً على مراجعته واختيار ما إذا كنت تريد النشر أم لا. في أوقات الأزمات، يمكن أن يلعب كل من يوتيوب وفيسبوك دوراً مهماً في نقل المعلومات الهامة للأطفال وعائلاتهم.